أبوضح لكم حاجة، أبوضح لكم شيء معين، أبوضح لك شيء معين. فقرة يوم الأربعاء قبل ما نبدأ الاتصالات ونعلن صاحب أفضل صورة تصميمية، فقرة يوم الأربعاء اللي هي اليوم عبارة عن فقرة تسويقية للمتاجر بشكل مرح عشان الناس ما تطفش وما تمل من كثرة التسويق للمنتجات. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني يا سيف، لو تسمع لو تنزل شوي كذا، تنزل شوي إيه. الشيء الثاني احنا نسوق يوميا، فالمشاهد والمتابع يمل من انه يتابع المنتج بشكل يومي وبتسويق مباشر. ايضا فرصه ان احنا نوزع للمتسابقين ارصده ماليه كدعم، يعني ارصده ما بتكون يعني ظالمه ولا تكون منخفضه ولا تكون عاليه، ارصده تساعدهم انهم يخشون في المزاد. فاعتقد ان كل شخص ينتقد فقره يوم الاربعاء هو شخص لا يعلم بانها تنويع في افكار التسويق بشكل غير مباشر، عشان الناس اللي زيك الله يعطيك العافية ما يطفش على قولك. طيب بس تشير الناس اللي يدقون علي، أشوف لأني أتوقع أن كان في معازيم حضروا